السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثوم والليمون والعسل وفوائده وكيفية تقديمه للطيور. هذه الخلطة السحرية التي أقوم بتقديمها للطيور وسأشرحها لكم. خلطة تعتبر مضاد حيوي لأنه يحتوي على الثوم ومكمل غذائي أيضا لاحتوائه على العسل والليمون، أيضا مطهر للأمعاء وله فوائد كثيرة. وهذه الخلطة إذا تكلمنا عن فوائدها فلها أول وليس لها آخر. وهذه الخلطة نقوم بتقديمها لطيورنا كل أسبوعين أو كل 20 يوم أو كل شهر حسب ما أنت ترغب في ذلك. فهذه الخلطة خلطة علاجية للأمراض، وخلطة وقائية أيضا، وخلطة مكمل غذائي، وتعطي ألوان زاهية للطيور، وتعطي النشاط للطيور، وتقوي التغريد، وجيدة للتخصيب والتفريخ وكل شيء. هذه الخلطة أعتبرها شيء أساسي، فهي طبيعية أيضا وخالية من أي مواد كيميائية، وتتوفر في كل البيوت. كيفية تقديمها؟ نقوم بتقديمها في المساء. الآن مثلا الساعة هي 12 مساء، قبل أن يناموا الطيور نقوم بإزالة المشربيات. لقد قمت بإزالتهم كما ترون قبل أن يناموا، قبل أن أطفئ الأنوار عليهم. نقوم بإزالة المشربيات وتغيير الماء وتنظيف المشربيات جيدا، ثم نقوم بإضافة العسل أولا، إذابته في الماء. عسل بمقدار هذه الملعقة الصغيرة مع بضع حبات البركة. وقد قمت بشرح عن فوائد العسل مع حبة البركة في فيديو سابق، يمكنكم البحث في القناة وستجدونها فوائد العسل وكيفية تقديمه للطيور. وهذه الثوم والليمون. الثوم هو فص واحد من الثوم، هو كبير بعض الشيء، لذلك قمت بتحضيره لمشربيتين، كل مشربية نصف ثوم، والليمون أيضا. هذه الملعقة لكل مشربية كما ترون. لقد قمت بإضافتها سابقا وقمت بتحريكها جيدا. يجب أن تذيب العسل جيدا في الماء، يمكنك إذابته عن طريق الملعقة بخلطه جيدا عن طريق الملعقة، ويمكنك أن تضع يدك هكذا وتقوم بتحريكها بإمساكها من الأسفل، وتقوم بتحريكها للأسفل والأعلى. طبعا بعد أن تغسل يدك جيدا يمكنك أن تفعل ذلك. بعد أن تقوم بإذابة العسل جيدا في الماء تقوم بإضافة الثوم. نقوم بإضافة الثوم بعدها نقوم برش بضع قطرات من الليمون. إذا لم يتوفر لديك الليمون، هذه المشربية أكثر بعض الشيء أكبر. إذا لم يتوفر لديك الليمون يمكنك استبدال الليمون بخل التفاح. هذا خل التفاح الطبيعي، بضع قطرات من خل التفاح بدلا من بضع قطرات من الليمون. ولكن إذا كنت في فصل الشتاء فأنصحك بالليمون أن تكثره أكثر من خل التفاح. وأنا بنفسي أقوم كل شهر بالتبديل بينهم لأننا في فصل الربيع الآن، ولكن بالشتاء أغلب الأحيان أقوم ب وضع الليمون في هذه الخلطة وخل التفاح. هناك مضاد حيوي طبيعي قمت بالشرح عنه كما أيضا في القناة موجود، يكون كل البحث عنه، مضاد حيوي طبيعي. فهذه الخلطة هي جاهزة الآن تقريبا. لا نقوم بتقديمها للطيور الآن، نقوم بتغطيتها وغدا في الصباح عندما يستفيق الطيور تقوم بتقديمها لهم. ولكن قبل أن تقدمها يجب أن ترجها أيضا قليلا قبل أن تقدمها، وتقدمها لطيورك منذ أن يستفيقوا وحتى قبل أن يناموا بساعة. قبل أن يناموا بساعة تقوم بإزالة هذه الخلطة وإضافة الماء لهم قبل أن يناموا بساعة، وليس قبل أن يناموا مباشرة، لأنهم ربما يحتاجون للماء قبل أن ينامون. هذه الخلطة أيضا تحتوي على الماء، ولكن هناك بعض الطيور لا تشربها أو لا تستطيع الاعتماد عليها بشكل كامل لكي لا
تصبح لدينا مشاكل، قم بإزالة هذه الخلطة وإضافة الماء العادي قبل النوم الطيور بساعة. وكما قلنا تكرر هذه العملية كل أسبوعين أقل شيء، لا تزيدها. أقل شيء يمكنك تقديمها لهم هي كل أسبوعين أو أكثر، أسبوعين أو 20 يوم أو شهر. وأي سؤال أو استفسار اتركوه لنا في التعليقات وسنجيب عليه إن شاء الله. والآن سأقوم بإطفاء الأنوار لأن الحسون يرغب في النوم وهو منزعج من الضوء جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.